حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة. عم حديثي أنس رضي الله عنه نتاكو حديثيني حديثي أمبايو حبانا أتكايكو حديثيني بعد يانغو نممسكي مجنب ومنيزي مونغو صلى الله عليه وسلم أكسيما ميونغوني مؤلامة زكياما نكوى إليمو إتاكوى تشاچي نوتظهيري وجينغا نكوزاغا نيتظهيري زنا na wanawake watakuwa wengi na wanaume watakuwa wachache hata iwe wanawake 50 kusimamiwa na mwanamume mmoja. Imepokewa na Al-Bukhari.